دكتور احمد، يعني نادي الزمالك نادي كبير، ودايما الجماهير العموميه بتاعت نادي الزمالك والانديه الكبيره بتبقى واعيه جدا، كل انديه مصر يعني، فبالك بقى الانديه الكبيره كمان. تمام. هل انت قادر توصل اصلا للجماهير العموميه؟ اصل للجماهير العموميه الكلام اللي انا عمال اسمعه مؤخرا، وانه الناس ما ينفعش في النادي تعمل ايه وتسوي ايه، وانه ما ينفعش تدخل تدعو للانتخابات وجوه النادي، وانه ما ينفعش تحط ملصقات ليك جوه النادي، وما ينفعش توزع بروشور حق الدعايه، حق الدعايه وكل الكلام ده. هل الكلام ده مأثر عليك يعني كراجل مرشح؟ مأثر عليا شخصيا كمرشح. كمرشح هو لا شك ان هذا يعتبر نقص في حقوقك الانتخابية، في حق الدعاية وفي حقك الانتخابي، ده من ضمن حقوقك الانتخابية يعني. طبعا ده انتخابات رئيس الجمهورية، طبعا بيبقى من حق اي مرشح انه انتخابات المجالس النيابية كلها في اي انتخابات من اثرها امثال انتخابات المدارس، الدعاية انتخابات المدارس والجامعات بالظبط يعني بالظبط. حاجة غريبة هو ادارة النادي يعني انا مش عايز التمس العذر المطلق، ولكن ادارة النادي شايفة ان الدعاية الانتخابية تصيب النادي بأضرار تتعلق بالبيئة، في ظل ان احنا بنمر بأزمة عالمية خاصة بالوباء المنتشر. انما يعني انا في رأيي برضو ان ليس هذا مبرر كافي لحظر او فرض حظر على الدعاية الانتخابية. وكنت اتمنى من الإدارة القائمة ان هي تراجع هذا النظر وهذا الحظر تحقيقا للديمقراطية، وأيضا مساعدة الناخبين اللي هم أعضاء النادي في حسن اختيار المرشحين، والوقوف على حقيقة المرشحين وقدرات المرشحين وبرامجهم، والاتصال المباشر بين المرشح والناجئ والناخب يؤدي إلى إفراز مجلس أفضل. فكنت أتمنى من الإدارة القائمة انها تراجع هذا الامر مع التماس العذر في انها بتحافظ يعني. هل يعني اذا قدمت اليوم بشكوى او بطلب حتى او تحدثت وديا انه ده حل يعني المشكلة؟ عرضت هذا نظريا شفاهة محدش استجاب. ما كانش فيه استجابة. طب بتتجاوز ده ازاي؟ يعني بتقدر تتجاوز ده ازاي؟ يعني يمكن نعرض نكرر الالتماس يعني مره ثانيه. هل بتضطر انك تتكلم بالتليفون بقى مع الاعضاء؟ هل بتضطر تبعت لهم بقى رسائل؟ يعني لما تتواصل ازاي؟ كان انت مش عارف تتواصل في النادي. والله الوسائل الغير تقليديه او التقليديه او المالوفه، الاتصال بالتليفون، ارسال الرسائل. هتكلم 100,000؟ ما هو مش طبعا لا يستطيع احد ان يصل الى 100,000 للاسف الشديد. صحيح ولا 10,000 دي؟ لا ما هو ما هو ده عايز جيش قاعد، ده انت شركه الاتصالات تقعد لك تكلم بالظبط كده. مبلغ الصعوبه في كده يا استاذ محمد، طبعا انك انت ما تقدرش تصل الى كافه او مطلق الاعضاء، شيء طبيعي طبعا. انما يعني امامها هذه، يعني احنا مش عايزين نصطدم بالاداره، مع احترامنا ان هي بتحاول تحافظ على النادي، ولكن قد تخطئ وقد تصيب. يعني على خطأ في الموقف ده؟ انا اعتقد ان ده خطأ. انا اعتقد ان ده خطأ، لان احنا برضو يعني في حاجة اسمها مبدأ المساواة امام قاعدة القانون والقوانين واللوائح. ما هناك في أندية أخرى زي بقى امبارح استاذ عمر هريدي معايا، انه انا اوريدي بدفع مقابل ترشح مساهمة انتخابية، هذه المساهمة هي هدفها إزالة بقى الملصقات وكل التكاليف دي، انا اريد المرشحين بيساهموا. ولما لا ان يكون هناك دعاية، وقد يكون هناك نوع من انواع الاتساخ لارضية النادي او ملصقات النادي كل 4 سنين مرة. لا وده بيحصل في كل حتة في الدنيا يعني ده مش انما يعني احنا بنلتمس يعني وجهة نظر ادارية ان في ناس خايفة عن النادي وبتبرر هذا بان هي بتوقف الدعاية داخل النادي.